أعزائي اليوم سوف نتكلم عن شاحنة بطارية جوكر أو شاحنة بطارية متعددة الاستعمالات أو متعددة الأغراض. نستطيع من خلالها أن نشحن بطارية سيارة مثلا، وأيضا نستطيع من خلالها أن نشحن بطارية ليثيوم صغيرة، وكذلك نستطيع من خلالها أن نشحن 3 بطاريات ليثيوم على التوالي. أعزائي هب إن لديك مجموعة بطاريات ليثيوم منفردة أو مجموعة بطاريات ليثيوم مربوطة على التوالي، كل 3 بطاريات مربوطة على التوالي، أو إن لديك بطارية سيارة، تستطيع من خلال هذه الشاحنة أن تشحن كل هذه البطاريات سواء كان شحن سريع أو شحن بطيء. أعزائي لقد ارتأيت أن أجعل شاحنتين في قلب حديدي واحد، قلب حديدي واحد وملف رئيسي واحد، ولكن الملف الثانوي متكون من ملفين. لم أشأ أن ألف عدد من اللفات وأستخرج تاب، ثم ألف عدد من اللفات وأستخرج التاب الآخر، حيث إنه في هكذا مواصفات لا أستطيع إلا أن أشحن نوع واحد فقط. أما أن أستخرج ملفين ثانويين فإنه بهذه الحالة أستطيع أن أشحن بطارية سيارة وبنفس الوقت مجموعة من بطاريات الليثيوم المنفردة، أو مجموعة من بطاريات الليثيوم المنفردة ومجموعة أخرى من بطاريات الليثيوم المربوطة على التوالي. عمل هذه القاعدة فيما بعد، وهذه القاعدة ممكن أن تستوعب 15 بطارية على التوازي. لقد عملتها بنفسي وسوف نأتي إلى شرح بسيط عنها، وكذلك سوف نأتي إلى شرح بسيط عن القاعدة الأخرى التي ممكن أن تستوعب 7 بطاريات على التوالي وكل 3 بطاريات مربوطة على التوالي من بطاريات الليثيوم. وعرضت هذا في البداية كي تعلموا لماذا أقدمت إلى هذا العمل، إلى هذه الشاحنة، شاحنة الجوكر متعددة الاستعمالات. أعزائي سوف أصمم الملف الأول على أن أحصل على فولتية منه 12.6 فولت دي سي، وانتبه عزيزي هنا دي سي والمحولة سوف تعطيني فولتية أي سي وليس دي سي. وأصمم الملف الثاني على أن يعطيني 4.2 فولت دي سي، ونفس الفكرة إن المحولة سوف تعطيني أي سي وليس دي سي. أعزائي الفولت بالأي سي يساوي الفولت في الدي سي على 0.9، ويساوي 12.6 على 0.9 14 فولت. هكذا أصمم المحول أعزائي أو الشاحنة، والفولت بالأي سي يساوي فولت دي سي على 0.9 ويساوي 4.7 فولت. هكذا أصمم الملف الثاني في المحول في الشاحنة أعزائي. أعزائي لمن يسأل عن هذا، اولا الفولت بالاي سي لا يكتب، ولكني كتبته لكم للتوضيح. ولمن يسال عن هذا من اين اتى، اتى من هذين القانونين، لا داعي للتطبيق او الحفظ، اكتبها فقط لمن يريد الاطلاع. طبق مباشره على 0.9، واعطي هذا واقول طبق على 0.9، لان دروسي مخصصه للهواة للفنيين وليس لمن يريد التقدم بالدراسه. سوف أصمم الشاحن وكل ملف ثانوي على أمبيرية 15 أمبير، وذلك بسبب عدد البطاريات على التوازي التي لدي، وال15 أمبير كحد أقصى أعزائي. وسوف تشاهدون في العملي أني لا أستخدم هذه ال15 أمبير كلها، وكذلك يمكنني أن لا أضع جميع البطاريات في هذه القواعد. أعزائي بعدما حددت أمبيرية كل ملف وفولتية كل ملف، أستخرج القدرة للملفان ثم أجمعهما لكي أحدد قدرة الملف الرئيسي الذي يغذيهما. أعزائي والقدرة للملف الأول يساوي 210 فولت أمبير، والقدرة للملف الثاني يساوي 71 فولت أمبير، والقدرة الكلية تساوي 281 فولت أمبير. والآن أعزائي يجب أن أستخرج مساحة القلب الحديدي لهذه القدرة، وعدد لفات الرئيسي لهذه القدرة، وسمك سلك ملف الرئيسي لهذه القدرة. وبهذا القانون البسيط
علمت إذا مساحة القلب الحديدي يساوي 17 سنتيمتر مربع، وكل موبايل مهما كان بطيء توجد به حاسبة. إليكم الطريقة كيف نستخدم الحاسبة. أعزائي، ولدي هذا القلب الحديدي حصلت عليه من الخردة. العرض يساوي 2.8 سنتيمتر، والطول يساوي 4.8 سنتيمتر، والمساحة تساوي 18 سنتيمتر مربع، وأنا أحتاج إلى 17 سنتيمتر مربع، والزيادة لدي 1 سنتيمتر مربع. لا بأس أن أستخدم الزيادة توفر لي من عدد اللفات. أعزائي، ومن المساحة أستخرج الـ N1 لفة لكل فولت، وتكون النتيجة 2.5 لفة لكل فولت، ومنه أستخرج عدد اللفات لـ 220 فولت 550 لفة. بقي لدي أن أعرف جيج سلك الرئيسي. أعزائي، جيج سلك الرئيسي من الأمبيرية. الأمبيرية هي القدرة على الفولتية، وتساوي 1.277 أمبير. أعزائي، ومن الجدول الذي ظهر أمامكم سوف نعرف أن جيج سلك الرئيسي جيج 23. أعزائي، بعد ما علمنا مواصفات الملف الرئيسي، هيا بنا إلى الورشة لكي نقوم بلف هذا الملف. أعزائي، هذا هو القالب الخشبي الذي يعتمد عليه دائما في اللف. أضعه في مكانه ثم أضع مايكة كعادل وأبدأ باللف. أعزائي، هذه الماكينة تحتوي على عداد، وعدد اللفات 550 لفة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس. في الدرس القادم سوف نستخرج بقية مواصفات هذا الشاحن الجوكر، ومن ثم نقوم بشحن بطارية السيارة ونقرع الأمبيرية، وبعدها نقوم بشحن بطاريات ليثيوم وأيضا نقرأ الأمبيرية. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.